أهلا بكم من جديد. قضيتنا الأخيرة في حلقة اليوم تدور عن الجالية البرماوية في السعودية، هذه الجالية التي تحمل إرثا تاريخيا يمتد إلى مئات السنين في وطنهم الأم بورما، أو ما يعرف الآن باتحاد ماينمار. مجموعة كبيرة منهم هاجرت إلى السعودية هربا من الحرب العنصرية ضد المسلمين في بورما، استقروا في السعودية قبل أكثر من 60 عام، وجيل وراء جيل وراء جيل زاد العدد إلى أن وصل إلى 150 ألف برماوي في السعودية. قبل فترة فتح برنامج هلا مع الزميل علي العلياني ملف البرماوية، وناقش مسألة تصحيح أوضاعهم بدلا من عشوائية الحال التي هم عليها الآن. ونستكمل الآن ما بدأه برنامج هلا في تحقيق موسع من عمق البرماوية ومساكنهم، وأيضا المستقبل المجهول الذي ينتظرونه. محمد الرزقي يروي تفاصيل البرماوية في التحقيق التالي. بعد سلسلة من المعاناة والتشريد، اضطر سكان بورما من المسلمين للنزوح عن بلادهم، واختارت طائفة منهم السعودية كخيار للهروب من نار البوذيين. ربع مليون لاجئ احتموا في مكة فأصبحت مستقرا لهم. دخلت الإسلام عن طريق تجار العرب المسلمين الحضارمة بعد تحطم سفيناتهم التجارية في إحدى الجزر الأركانية. بعد ما نجوا في هذه الجزيرة نادوا بعضهم البعض قال روح النجا، فأصبح اسم القومية العربية هذول النجو مسلمين قومية روهنجا. هم بعد ما اندمجوا ونشروا الإسلام وقاموا بالدعوة في أركان، في خلال 5 قرون انتشر الإسلام، معظم السكان أصبحوا مسلمين. فهؤلاء العرب تزوجوا، اختلطوا، تناسلوا، تصاهروا واندمجوا، فسمي اسمهم فيما بعد قبل 12 قرن ونص قومية روهنجية. من عام 1430 ميلادي إلى 1784 ميلادي كانت دولة إسلامية تخللها أكثر من 40 ملكا مسلما. ثم جاءت الهجوم البورمي البوذي إلى دولة أركان فاحتلوها وقضوا على الملك المسلم، واستمرت الاضطهاد والظلم 40 سنة. مكة تعيش هذه القضية منذ أكثر من 50 عام، وهذه الجالية الآن موجودة في مكة ويصل عددها الآن إلى 500 ألف شخص. هم الآن الجيل الثالث تقريبا منهم موجود في مكة. لم يعد يربط البرماويون بمملكتهم أي صلة، حتى أن اللغة المتداولة بين البرماويين المقيمين بالسعودية ليست تلك المحكية في دولة ميانمار حاليا. هذه الجالية لا تعرف أرضا غير هذه الأرض، ولا وطنا غير هذا الوطن، وقد ولد أكثرهم في أرض الحرمين. 76% كل من مواليد هذه البلاد الطاهرة، فقضية الدمج وقضية الثقافة وقضية حمل قيم وعادات البلد هذه قضية طبيعية، لأنها خلاص أصبحوا من نسيج المجتمع السعودي، حتى في ثقافتهم الأكل والشرب هذا هو. يعني حتى لو وصلت الطفل الصغير يقول له أرسم لي علم بلادك، لا رسم علم المملكة، ولو سألته تماما هو ملك قال بابا عبد الله ما عندي غيره. تعلو نداءات البرماويين لتسهيل إجراءاتهم الحياتية البسيطة بشكوى لا تزال تبحث فيما هو أقل بكثير من حق المواطنة، رغم أنهم لا يعرفون لهم وطنا آخر. تزوجوا وزوجوا وأنجبوا وصاهروا وناسبوا إلى أن تكونت لهم أسر، فصارت لهم أحياء كاملة يسكنونها حتى أصبحت تعرف بأحياء البرما. الأوضاع سيئة جدا، لأنه صراحة لا في سفلتة ولا في صرف صحي ولا في المياه، ما في زي ما أنت شايف أنت الأوضاع، حتى النظافة شوف لدرجة فين. يعني حقين البلدية بيجوا أعتقد 10 دقائق ربع ساعة بعد الفجر بيجوا يحاولوا ينظفوا أو ما ينظفوا. الواقع السكني حقيقة غير حضاري،
هم يعيشون في بيوت متراكمة على بعض حتى لا يوجد هناك ممرات للمشي، ليس للسيارات تمر منها، وعلى رؤوس الجبال بدرج ضيق جدا جدا، ومنازل لا تليق حقيقة، وتقدس كبير جدا. فنحن اقترحنا أيضا مساكن بديلة، وهم ما عندهم مانع. لو أن الأمور النظامية كانت يعني مستقرة كان في انتشار كبير جدا بسبب العائق النظامي. يعني مثلا الآن من شروط الزواج السعودي من برماوية أو أي أجنبية وجود شهادة الميلاد، والآن نسبة كبيرة من البرماويات ما عندهم شهادات ميلاد بسبب الوضع النظامي. وجود جواز سفر مجدد، والآن جواز السفر غير مجدد، يعني السفارات مثل بنغلاديش وباكستان بطلت تجدد جوازات السفر، ففي عوائق نظامية. يشكل مئات آلاف البرماويين المقيمين في مكة معضلة وتحديا اجتماعيا وأمنيا نتيجة عدم حسم مصيرهم بترحيلهم إلى بلدهم أو إيجاد معالجة لوضعهم، كما أشارت إحدى الدراسات إلى أن استيطان هذه الجالية يشهد تزايدا مستمرا خلال السنوات الأخيرة، حيث كشفت إحدى التقديرات إلى وجود 150 ألف مقيم برماوي من دون هوية من بين نحو 500 ألف برماوي مقيم في السعودية، مما يترتب عليه بعض الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. نصهم نظاميين بإقامة ولكن بجواز سفر باكستاني وبنغلاديشي، هذه الجوازات أحضروها بعضهم بطلب من الحكومة السعودية، وبعضهم دخلوا لم يمنح لهم إقامة وإنما منحت لهم بطاقات تعريف برماوية بيضاء لمدة 6 شهور كان صلاحيتها، ثم جددت 6 شهور أخرى، بعد كده توقفت التجديد وما زالت في أيديهم هذه البطاقات البيضاء. وفي صعوبة من ناحية العمل، حتى النظاميين الآن شوية عندهم اللي ما جدد إقامتهم متوقف العمل. صراحة ما قصرت، يعني مهدوا لنا وسهلوا لنا أمور كثيرة، لكن تعرف أحيانا مثلا الآن الأكثر البرماويين الآن يحملوا جوازات سفر باكستانية أو بنغالية، فالسفارتين مانع تجديد جوازات السفر الآن، فالأكثر 90% الآن من اللي تلاقيهم الآن واللي في بيوتهم دول ما بيدرسوا. ليش؟ لأنه جامعاتهم منتهية، بيعطوهم مهلة شهر شهرين بينطردوا من المدارس، والتعليم بصفة عامة يعني ما في ناس كثيرين مهتمين بالدراسة، لأنه أصلا شايف المجتمع، أنت المجتمع ما هو مرشد ولا هو بيساعد انه الطلبه يدرسوا ولا ما بيدرسوا، يعني قليلين جدا اللي بيدرسوا، الباقيين كلهم مدارس اهليه تحفيظ قران في المساجد او في المدارس الاهليه اللي مسوينها اهل الخير بس. ابنائنا حقيقه يعني النسبه التي دخلت في المدارس الحكوميه ودرست وتعلمت كلهم يتكلمون العربيه بطلاقه، يعني حتى ربما ما تفرق فيها ولا تجد في كلامهم لكنه، بل حتى سحنتهم يمكن ربما ما تفرق بين سحنتهم وسحنة المواطن السعودي. قضية الاندماج خاصة مع المواطن السعودي والمدارس الحكومية مطلب مهم جدا في قضية الاندماج اللغوي. وبالتالي في قسم كبير جدا بسبب أوضاعهم النظامية ما استطاعوا يدرسوا المدارس الحكومية، فتلاحظ أن هناك في فارق في قضية اللغة. هذه الجالية مقيمة في مكة، أولادها يتعلموا في مدارس هم يقيموها، التعليم يعطيهم مدير ومدرسين ومناهج التعليم، لكن شهادتهم غير معترف بها. كان طموحي ودي أكمل الدراسة الجامعية، نسبتي كمان عالية في الثانوية العامة، أول على الصف وأول على الفصل، كان طموحي أكمل الجامعة، ما قدرت إني أروح أي مكان عشان الهوية. ولا 2% من الجالية البرماوية تستخدم الخدمات الصحية، هذه مشكلة كبيرة جدا، يعني قد تكون هناك في مرض أو أمراض تنتشر وأنت ما تعرف عنها. هم عايشين في وسط مكة، مكة يرتادها حجاج ومعتمرين وكذا، لأنه لا عنده هوية ما يستطيع يذهب إلى أي مستشفى أو مستوصف حكومي، بالتالي يذهب إلى الصيدلية إذا صار في عنده مشكلة ويأخذ أي دواء ويعيش به.
تتصدر الجالية البرماوية الجاليات دائمة الإقامة جوار الحرم الشريف، يليها الأفارقة، الشنقيطيين، والبلوشيين، والبخاريين، إلا أن جميع هذه الجاليات يمكن أن تعود إلى بلادها باستثناء البرماوية التي يصعب ترحيلها بعد أن هربوا بدينهم من البطش البوذي إلى الأراضي المقدسة. أدرس الناحية النفسية فقط، لهذا الشعب هو يعيش في حارة واحدة وجنب إلى جنب مع شاب آخر من عائلة سعودية ويدرس في مدرسة واحدة. هذا الشاب تخرج ودرس ودرس جامعة وأخذ وظيفة ولا أخذ، وهذا الشاب محروم. تصور مدى الألم النفسي الذي سيعيش فيه هذا الشاب. هذه حتولد ردات فعل نفسية داخلية. أنت تتوقع منه أي شيء؟ هذا تصحيح الأوضاع خطوة أولى، ونحتاج حقيقة أن نصحح أوضاعهم ونصحح أوضاع الآخرين. زي ما تفضلت يعني الجاليات الأخرى لها مرجعيات، لها سفارات، ومبادرة التي قامت بها الحكومة هنا وفتحت سفارة هناك وهم فتحوا سفارة مقابلها. أنا أعتقد هذه خطوات إيجابية لنحو تصحيح الأوضاع. اتمنى انا ودي يعني من حقنا الجوازات ومكتب العمل انه يسوي لهم لجنه ولا شيء، يضيف لهم مقامات احسن. يعني شركات كبيره جدا تعمل في البلد تحتاج الى عماله، وهؤلاء مقيمين يجيدوا اللغه وموجودين ضمن اسرهم، لماذا لا نستطيع ان نستوعبهم؟ اذا من محلات المساج مرورا بازمه السمنه في السعوديه وانتهاء بمستقبل الجالية البرماوية، كانت هذه قضايا حلقة اليوم. أشكر لكم متابعتكم، أدعوكم إلى المشاركة والتعليق عبر هاشتاغ قضية رأي عام على تويتر، ومشاهدة ما فاتكم من قضايا عبر صفحة البرنامج على اليوتيوب. إلى أن ألقاكم بصحبة قضايا جديدة في الأسبوع القادم، هذا ياسر العمر يتمنى لكم أيام سعيدة وهانئة، دمتم بخير، يا أمان الله.